هاي الأسد، أهلا وسهلا فيك بقناة ال تي في، نورتينا. بداية، كيف دخلت عالم تصميم الأزياء؟ أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على الاستضافة الحلوة المميزة. تصميم الأزياء بالنسبة لي موهبة شغف من لما خلقت بحب صمم، وحبيت شوف تصاميمي كلها على الواقع. بس كبرت بنفذ تصاميمي، شوف التصميم اللي أنا رسمته وشوفه. بشو بيتميز الستايل الخاص فيك؟ أنا بعمل من كل تصميم قطعة قطعة، بحيث الصبية تميز بقطعتها. يعني ما نعرف، نحن البنات كلهم ما بيحبوا يلبسوا مثل بعض، فركزت على هالشي إنه خلص أنت قطعتك ما بتتكرر، ما حدا لابس منها. بيتميز بالقماش الفريد من نوعه، بالكلف، بالشغل، بالتطريز، كله هيدا أنا بعمله. حدثينا عن الكولكشن الجديد اللي عم بتحضريه للفالنتاين. عم حضر كولكشن كله باللون الأحمر، بيتميز بالقصات تبعه، وهو سيمبل ومميز جريء هيك بنفس الوقت، كتير حلو. سوبر تشاك والفساتين الناعمة والتيارات المميزة هي من أكثر التصاميم اللي بتتميز فيها، فهل اخترت هيدا الشيء أو هو المطلوب؟ أنا بحب الديزاينات السيمبل اللي ما كتير معجقة، يعني كل ما رحنا على البساطة كل ما كان أحلى. مثل هلأ منشوف الشغل التجاري كله معجق وفي ستراس وهالقصص، أنا ما بحب هيك، بحب الديزاين يتميز بقصته بكلف مميزة، هيك بحب. السيمبل بحسه إنه بيبرز أنوثة الصبية. من وين بتجي المواد الأولية والقماش المميز اللي بتشتغلي فيه أو اللي بتستعملي؟ بالنسبة للمواد الأولية والأقمشة بجيبهم من برا البلد، من مصر، من دبي، وطبعاً من سوريا. يعني وين ما شفت قطعة مميزة حلوة بجيبها. شو هو دور السوشيال ميديا بعملك بظل المنافسة الكبيرة؟ السوشيال ميديا كتير ضروري بحياتنا اليومية، وما بشوف فيه منافسة، يعني كل واحد يتميز بأفكاره وبتصاميمه. وطبعاً عن طريق السوشيال ميديا صرت أبعث لغير محافظات يطلبوا أردرات وبرا البلد، فهيدا شيء مهم، وبتطلع القطعة تمام والقياس تمام. شو هي الصعوبات اللي عم بتواجهيها بعملك؟ تأمين المواد الأولية، بضطر أسافر برا البلد لأقدر أجيبها هون في، بس أنا بحب دائما القطعة، قطعتي شغلي يتميز، فوين في قطعة حلوة بجيبها. كيف بيقدروا الناس يتواصلوا معك؟ مثل ما قلنا، عن طريق السوشيال ميديا، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، تليفون، دائماً 24 ساعة في التواصل. قبل بشهر، ومرات يعني في زباين بيكونوا كتير مستعجلين، فمرة حكتني زبونة قالت لي بدي أنا القطعة تاني يوم الصبح، ففوراً عملت لها إياها والقياس تمام وطلع كل شيء تمام الحمد لله. يعني إذا حدا مستعجل فوراً بنعمل له القطعة. بشو بتحلمها يا؟ هي بتحلم تكون مصممة أزياء مشهورة على مستوى العالم، وكل المشاهير يلبسوا من عندها، وبحلم أترك بصمة حلوة واسم مالكة يترك ذكرى حلوة بكل قطعة لبسوها. حبيت أعمل هيدا التصميم على شرف المقابلة، وهي القماشة كتير ترند. ميرسي إلكن، وكل عيد حب، وكل سنة خير على بلدي سوريا، وعليكم يا رب.